السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم على قناة محمد ميم يوسف. النهاردة معانا فيديو نظريات نينجاجو، بس عن المعلم وشخصية محدش أبدا نتكلم عنها. جاهزين؟ يلا نبدأ. طيب المعلم هو طلع في اللعبة دي اللي طلع عندكم على الشاشة، فده يدي نسبة كبيرة انه يرجع. ولكن المفاجأة في لبس لويد لابس لبس المعلم اللي اسمه ماستر لويد او حاجة كده يعني. طيب ليه لويد لابس لبس المعلم لما المعلم مو موجود؟ فده يعني ان لو قصة النينجاجو سيت دي، لو القصة فيها صح بنسبة 100% او هتحصل في القصة بنسبة 100%، فالحاجة الوحيدة هتكون غلط في القصة هي حتة المعلم هو اللي هو المعلم هو يرجع. طيب فاكرين كمان دليل، فاكرين المجلة اللي قالت ان لو ان كول مش هيطلع وهيرجع مدينة الاشياء المحظورة؟ لو واحد مهتم ينزل في اول تعليق هيلاقي الفيديو. طيب نفس المجلة دي بتقول ان المعلم لويد مش هيرجع، يعني هيفضل. طيب بعد بحث طويل لقيت مصادر بتقول انه مات اصلا، يعني ان هو فعلا مات من اول الجزء. طيب وحتى فاكرين في الموسم الاول لما هو ظهر كذا بكذا شكل على انه ضوء المعلم او شبح المعلم او روحه، فهو كده مات. نبدا برايي. انا من رايي الشخصي ان المعلم فعلا هيظهر وهيكون حل الجزء كامل او قصة الدراجون رايزنج كله على يد المعلم، وهو اللي هيحل المشكلة كلها. ولكن بالنسبة لي هو مش هيطلع في وقت قريب، يعني مش هيطلع حتى في البارت ده ولا السيزن ده. من رأيي هو هيطلع لو في جزء تاني مثلا، هو هيطلع فيه وهيحل كل المشكلة، والحل هيكون بإيده، عشان زي ما شفنا في السيزن الأول أول حلقة هو كان بيبحث، فأكيد كان بيبحث عن حلول، فأكيد هو قبل ما يموت أو قبل الاندماج توصل على الأقل لنص الحل، فهو لو رجع الحل هيكون على إيده. من رأيي هو هيرجع بس في وقت متأخر أو على آخر الجزء. طيب فان شاء الله يرجع، وبصراحة انا متحمس ليه. فبس ده كان فيديو النهاردة، متنسوش الاشتراك في القناة وحطوا لايك وسبسكرايب. الفيديو صح يبان قصير بس انا يعني شغال عليه مدة طويلة. وبس مع السلامة.